هسه تشوفون البرزنتيشن يا شباب. هذا راح يكون ان شاء الله اخر موضوع ناخذه معاكم في هذا السنه، اللي هو ديزاين تو واي سلاب وذ بينز. يعني قبل كم يوم اخذنا، او قبل اسبوعين او الايام الماضيه اللي اشتغلنا، كان ديزاين اوف فلات سلاب. الفلات سلاب كان يتكون من ايش؟ كان من سلاب وينتقل الحمل مباشره الى وين؟ الى الاعمده. مثل ما تذكرون حسبنا الاعمده في كل طابق، الحمل في كل طابق، وهذا الحمل وزعناه مباشره على العمود. تم توزيعه مباشره على العمود. يعني كل عمود في كل طابق يتحمل الحمل مباشره من السلاب. هذا الطريقه او النموذج من البناء كان يعرف بالفلات سلاب، يستخدم في مواقف السيارات، يستخدم في المخازن وفي كثير من التطبيقات. بينما الصحيح او في الغالب الموجود في الابنيه يكون عندنا ايش؟ بيم حول السلاب. هذا وظيفه هذا البيم انه ينقل حمل، نقطه وسطيه، ينقل الحمل من السلاب الى ياخذ البيم ويحوله من البيم الى وين؟ الى العمود. ليش؟ لانه السلاب يكون ضعيف، مثل ما شفتم بالمحاضرات السابقه الكولم ستريب حيصير عليه، وخاصه بالنيجاتيف رينفورسمنت حيصير عنده اديشنال كثير اللي نحتاج نحط بينه فوق. ليش؟ لانه ضعيف من يقاوم البانشير. حتى يصير يقاوم البانشير ويقاوم الون واي شير نحتاج ايش نخليه؟ نحتاج نخلي بيم. هذا البيم اللي هو وظيفتين، اولا يقلل لنا سمك السقف، والنقطة الثانية ايش يعمل لنا؟ ياخذ الحمل من السلاب ويوزدين وين؟ الى العمود بطريقة مثلى او بطريقة احسن. هذا راح يكون ديزاين فور تو واي سلاب وذ بيمز. ون واي سلاب، تذكرون ون واي سلاب اخذناه، قلنا نسلح رئيسي باتجاه القصير وباتجاه الطويل. ايش يصير عندي؟ يصير تسليح فقط للثيرمال تشينجز او التغيرات في درجات الحرارة. مثل ما تشوفون هذا، لو عندي مثلا سلاب مثل ما موجود امامكم هنا، هذا السلاب طبعا مقطوع من سقف معين. هذا السلاب شوف اكو حول الكولوم اكو عمود يمر بالكولوم الاول على الكولوم الموجود في هذا المكان، على الكولوم الاخر، على الكولوم الاخر، وعلى الكولوم الاخر. شوف بعدين هذا البيم ايش يعمل؟ ينقل الحمل من هذا السلاب على هذا البيم، ومن هذا البيم يروح على الحمل على العمود. استاذ العفو، بس الماوس ما كان عيبين. هسه عيبين؟ ايه هسه بين. نعم. شوفوا هذا العمود عليه انه حتى يجي الحمل يجي من هذا البيم، من هذا البيم ينقله على هون. فهون هسه بهالحاله ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا شغلتين، راح يصير عندي كولم ستريب، وراح يصير عندي ميدل ستريب، وراح يصير عندي بيم. يعني فقط راح نضيف على الـ على على الكولوم ستريب ايش راح نضيف له؟ نضيف له بيم فقط، هذا التغير الموجود. طبعا ممكن يصير بيم ما يربط بين عمودين، يعني شوف هسه هذا العمود مع هذا العمود مربوط في بيم، بهذا البيم. بينما ايضا ممكن اربط هذا العمود، اربط هذا البيم مع هذا البيم ببيم اخر مثل ما موجود هون قدامكم. بيم هذا ايضا وظيفته ايش؟ يقسم لي هذا الون واي، يعمل لي هو مكان ما هو تو واي سلاب، يعمل لي هو ون واي سلاب. ايضا ممكن احط بيم اخر بهذا الاتجاه، نعم ممكن احط بيم اخر بهذا الاتجاه، حتى لو ما كان وظيفته ايش؟ راح يقوي لي، يقوي لي السلاب. هذا يصير ضعيف. شوفوا هذا الديفورميشنز اللي حيصير بالسلاب اذا كان ون واي سلاب اكشن. الوسط راح يكون ون واي اكشن، الجوانب راح يكون تو واي اكشن، يعني ناخذ الحمل من اتجاهين. طيب اللي دخلوا بس خلي يكتبون يس حتى اخذ الغيابات، بلا زحمه عليك. طبعا الون واي ايش شلون نعرف ون واي؟ وشلون نصممه كتو واي؟ بهذا الفورمولا، لازم اللونج سايد دايمنشن على الشورت سايد دايمنشن يكون اكبر من 1.5، اكو قسم هم يقولون 2، خلينا نقول 1.5 نحن نعتبر.
شوفوا هذا اللي سميناه نحن قبل واشتغلنا عليه اللي هو فلات سلاب مع الدروب، متذكرون هاي؟ شوف ماكو بيم هون، بينما هسه نحن راح نتعلم ايش تو واي سلاب والبيم مثل هذا موجود عندكم. يعني ايش الفرق عن هذا؟ راح نربط هذا الكولوم مع هذا الكولوم بايش؟ ببيم ساندرال بيم مثل هذا الموجود، وهذا البيم هذا البيم ايضا في كل الاتجاهات راح نربطه البيم. هذول يجوا متاخرين مشكله يعني كل شوي واحد جاي. واضح البيم شلون يكون مكانه هذا بالثري دايمنشنز. ديزاين فور انتيريور سلاب بانل شلون احنا ايضا راح ناخذ هذا الفورميلا مالته، ايضا نحتاج المينيمم ثيكنس اوف ذا سلاب نحتاج ايضا يعتمد على الاف سي برايم على ستريث اوف ستيل، في الغالب يكون هذا 414 يكون ويذ دروب اور ويذاوت دروب، في العاده راح يكون ويذاوت دروب راح يكون انتيريال، فراح ياخذ ال على 33، في الغالب راح يكون هذا ال على 33. او اكو فورمولا اخرى راح اشرح لكم هي من اخر المحاضره. شوفوا طيب الانتيريال البانل الموجود هون مثل ما تشوفون ساعدكم هذين، هذا افلات فلور سلاب with with panels 7.5 meters by 6 meters supported on 500 millimeter square columns. هذا الفلات فلور سيستم 7.5 باتجاه اكس وباتجاه واي 6 متر مسنود بواسطة أعمدة، هذه الأعمدة الدايمنشنز مالتها 500 × 500 ملم عمود مربع. Determine the minimum slab thickness required for the interior and corner panel use FC prime 28 FY 414. طبعا هذه حتى نحله لازم ايش نعمل أول شيء؟ نجي ناخذ الفورمولا. قبل شوية شرحت لكم بالتيبل يكون L على 33 أو L على 30، واضح؟ لأنه لازم عندي في مكان ما السلاب راح يصير عندي exterior سلاب، يعني لازم راح يجي في مكان السلاب راح يتحول من interior طنا راح يصير exterior طنا. فناخذ edge minimum L على 30 حتى يصير general للكل اللي هو أو 33 أيضا ما أكون مشكلة عندي بينه لو أخذته هاي أوكي. ليش؟ لأنه أنا هاي القيمة اللي عاد أخذها هي فقط تنطيني المينيموم، انا ما راح اخذ المينيموم، راح اخذ اكبر من المينيموم، فانا دائما اختار رقم اكبر من المينيموم. فلو اخذت 7.5 7500 اطرح منه 500 حتى اطلع كلير سبان. ليش اطرح منه 500؟ لانه الكلير سبان من هنا الى هنا ايش قد هو صح؟ لانه هاي المسافه سنتر تو سنتر 7.5، انا من اريد 7.5 من اريد من وجه هذا العمود الى وجه هذا العمود، فايش راح يبقى؟ راح يبقى 7 متر. ف 7000 تقسيم 30 راح يطلع 234 ملم. انا ايش قد اقول؟ اقول ساي 250 او 240 حسب ما اختار، او 260 او 270 ممكن، كله ممكن. طيب لو كان عندي لو كان عندي ايش اسمه للانتيريال راح يكون ال على 33 وايش قد راح يطلع؟ 212. فدائما انا اختار من اريد اختار ايش اختار؟ اختار L على 30 وليس L على 33، او اختار L على 33 وL على 30 واختار الماكسيموم من هاي القيمتين واعتبرها هي H مينيموم. واضح؟ هاي كنا اخذناها المحاضرة السابقة يعني بس عاد اعيد لكم اياها. هذه الطريقة اللي راح نصمم بها ال one way slab two way slab اللي هي يسموها direct design method. هذا ال direct design method يعتمد على الايش؟ على ال coefficients او الايش النسب المئويه او المعاملات النسب المئويه. يعني اشقد راح ياخذ البيم حصته، اشقد راح ياخذ السلاب اللي موجود فوق البيم حصته، واشقد راح ياخذ الميدل سترب حصته من هذا المومنت من هذا العزم. تذكرون هذا جدول التوزيع المواريث او جدول توزيع الاحمال او المومنتس الموجود عندنا بالون واي سلاب.
بالفلات سلاب نفسه بالضبط راح نستخدمه هسه نحن حاليا. حتى ما تذكرون هذا قلنا كولوم ستريب وميدل ستريب والبوزيتيف مومنت 65% 35% النيجاتيف مومنت، بعدين الكولوم ستريب ياخذ 60% بالبوزيتيف مومنت 40% بالميدل ستريب ياخذ، ميدل ستريب اللي اذا كان نيجاتيف مومنت ياخذ قليل 25%، النيجاتيف ستريب بالكولوم ستريب ياخذ اكثر 75% اللي هي اعظم شيء هذه. بعد يصل عندي ظل عندي هذا اذا حد الى حد هون راح يكون عندي اذا كان عندي فلات سلاب الى حد هون من يكون عندي بيم معان راح ندخل هذول معاهم البيم راح ياخذ ايش قد راح ياخذ الميدل ستريب مثل ما هو لانه ماكو بالميدل ستريب بيم بس الكولوم ستريب ايش راح ينقسم ينقسم الى قسمين راح يكون مركب من بيم جسر زائدا سلاب فوقات قبل كان كله يروح على السلاب هسه لا راح يشاركه بالحبل منو يشيل معانه يشيل معانه البيم فالبيم راح يشيل فقط كميه كبيره يقدرون تقريبا من 0 الى 85% و15% يشيلوا فقط السلاب قبل كان 100% يشيلوا السلاب بالفلات سلاب هسه ايش قد يشيلوا لا يشيلوا 15% السلاب بالايش بالميدل ستريب راح يكون مرتاح ونفس الكلام بالبوزيتيف والنيجاتيف مومنت هذا الجدول وهذا الفلو شارت راح نستخدمه نحن بالتصميم ايضا راح نستخدم البرسنتج اوف ديزاين مومنت اللي هو الكوفيشنتس هذا ايش راح يكون قيمته راح يكون قيمته الفاكتورات هذه الفاكتور في هذا البيم ما قلنا من 0 الى 85 ايش قد داتو لازم نجي نحسبه وهذا السلاب من 15 الى 100 ايش قد داتو لازم نحسبه منين نحسبه نحسبه من هاي القوانين الموجوده هون الكوفيشنتس هذا راح يقل لك شوف هون ايش قلنا لكم شوف قلنا اشغل من 0 الى 85% يعني معناته اكيد راح هو يكون وين راح يكون اكثر من 75 ف 75% زائد فقط قيمه تقريبا راح تطلع بال 80% اللي هو ايش اللي راح يتحمله منه الكولوم ستريب اللي راح يتحمله البيم هاي شوف كتبت لك تو بي ريزيست باي كولوم ستريب باي بيم دكتور بس وافق على ريان وافقت على ريان ايش بيم فات بلا صوت لك لا اكو احد جاي بعد متاخر واضح يا شباب هذا بالنسبه للنيجاتيف مومنت طبعا البوزيتيف مومنت بالوسط ايضا راح نستخدم هذا القانون 60 زائد 30 في هذا الفورمولا الفا اف 1 ال 2 على ال 1 نجي نعرف هاي حتى الفورمولا حتى نحسبه صح شوف هاي الفورمولا اذا ما تفهمها بشكل صحيح تغلط بها الامتحان اذا غلطت بها الامتحان الجدول كله يخلط غلط وبعدين النتائج والتسليح ماله كله يطلع خطا من الضروري مكان تفهم هذا كيف جاء 75% في زائدا 30 في فاكتور هذا الفاكتور الفا اف 1 ال 2 على ال 1 هاي القيمه هاي تحسبها لوحده هذا القوس تشوفوا هذا القوس اللي كان ضللتونه تحسبه لوحده اذا طلع اقل من واحد تحطه اذا طلع اكثر من واحد تهمله وتاخذ واحد واضح؟ less than واحد or use one if it's greater than واحد يعني اذا طلع اثنين تحط واحد طلع خمسه تحط واحد طلع اثنين ونص تحط واحد طلع خمسه طلع 0.4 تحط 0.4 اعيدوا بالوضع هذه لازم تكون قيمته اقل من او يساوي واحد ما يصير اكبر من واحد هاي وتحسبها لوحده الفا اف 1 على ال 2 على ال 1 نجي ايش عندنا ايش مقصود ب ال 2 L2 هو البعد العمودي و L1 اللي هو البعد اللي انت بينه بالمثال راح يطلع واضح راح يبين بس ارسم لكم هو ايضا لان ارسم لكم اياه هسه هون اي ولد خلي ارسم لكم اياه هون حتى توضيح كتوضيح توضيح عليهم لو فرضنا انه عند هاي المسافه 7 متر وهاي المسافة 6 متر والمطلوب تصميم هذا السلاب اجي اذا عاد اصمم هذا اذا عاد اعمل ديزاين للايش
اذا عمل ديزاين لهذا البيم بهذا الاتجاه طبعا عندي انا اما اي هذا البيم بهذا الاتجاه او عندي ايش البيم الاخر اللي واقف يعني مثلا السبان هون يشغل عندي 7 متر واضح؟ ف L1 راح يصير 7 L2 ايش راح يصير؟ راح يصير 6 واضح؟ بينما لو كان بالعكس لو انا قاعد اصمم اي هذا الثاني هذا صمم هذا البيم ايش راح يكون L1 L1 راح يكون L1 L2 راح يكون L2 L2 7 اي L2 راح يكون 7 عندي نفس الكلام واضح يعني دائما انت اي دائما انت L1 ال اللي انت بينه L2 البعد الاخر واضح من هون جت التسميه مال هذول الاثنين واضح يا شباب هاي شلون صارت المسافات شيء جدا مهمه هذه هاي الكوفيشن تحسبها صح اذا حسبته صح الباقي الجدول كله عادي مثل ما اشتغلنا له بالبقيه يعني ما راح يتغير شيء عن البقيه نفس اللي حسبناه بالبقيه بس ظلت ايش ظلت عندي شوف هاي المسافات L1 و L2 L يعني سنتر تو سنتر يعني من مركز هذا العمود لمركز هذا العمود واضح من سنتر تو سنتر مو كلير سبان مثل ما حسبناه قبل شويه كلير سبان هوني من حسبنا LN حسبنا LN شوف هذه 7.5 مثل ما هي 6 مثل ما هي ليش؟ لانه لا مركز العمود هاي صحيحه بتاخذها مثل ما هي بينما اذا اريد احسب الدايمنشن مال السلاب لازم اطرح منه ايش؟ اطرح منه الدايمنشن من وجه هذا العمود الى وجه هذا العمود اوكي؟ فL1 هو لا سنتر سنتر يعني من مركز هذا العمود الى مركز هذا العمود راح ارسم لكم المركز ايضا هون حتى يطلع واضح يعني من المركز الى المركز يعني هذا البعد اللي اقصده انا سبعة يعني مو هذا مو من وجه هذا ال اشقل هذا راح يكون عندي هسه اذا انا قاعد احسب هذا راح يكون عندي ال 1 يساوي 7 من مركز العمود الى مركز العمود وال2 ايش قد يساوينا؟ يساوينا اذا قاعد اصمم هذا اذا قاعد اصمم هذا لا راح يكون بالعكس راح يكون ال1 ايش قد؟ 6 ال1 ال2 راح يصير 7 يعني يتبدلون هذا راح نحسب البوزيتيف مومنت اللي يتحمله منه إيه. السلاب ايش قد راح يتحمل؟ راح يتحمل ناقص هذا يعني ايش قد يطلع لنا هذا؟ الفضله راح يتحمله السلاب راح ناخذ المثال هسه نشوف طبعا المينيموم سلاب ثيكنس اوف تو واي سلاب ينحسب بالاعتماد على الايش؟ على قيمه الفا. قيمه الفا عندما يكون البيم ضعيف عندما يكون الفا اكبر من هاي الالفا عندما يكون الفا ام اكبر من 2 ممكن نستخدم هذا القانون ايج يساوي لنا ال ان اللي هو الكلير سبان 0.8 زائد اف واي على 1380 36 زائد 9 بيتا. طبعا هذه ايضا يرجع يقول لك ايش معناته القيم هذولي، هذه طبعا empirical equations معطاة بالكود، يعني هذا شوف المواصفه هذا رقم المواصفه معطاة بالكود هذا. هذا الثيكنس مال السلاب. عندما يكون شوف هذا بالنسبه عندما يكون عندي ايش؟ عندما يكون عندي السلاب البيم قوي والسلاب ضعيف. شوف هون عندما يكون وسطي حاله وسطيه عندما يكون الفا اكبر من 0.2 اقل من 2 يستخدم فورمولا اخرى. بعدين يرجع يعرف لك ايش هي الالفا ام وايش هي البيتا لانه عندي هون قيمه بيتا وعندي الفا هذه الفا لازم اعرف ايش هي قيمه الفا اول شيء ال ان اللي هي اشنو كلير سبان اوف ذا لونج دايركشن ميجر فيس تو فيس اوف كولوم دائما نشوف هذا من وجه العمود الى وجه العمود بيتا از ذا ريشيو اوف لونج تو شورت كلير سبان يعني ايش قد الطول البعد في الطويل القصير
ratio. Alpha m اللي هو the average value of the column for all beans on the side of the panel. هذا الألفا إذا عندي اللي هي flexural rigidity ratio يعتمد على الإيش على الكولوم اللي على البيم اللي يحاوط هذا السلاب الموجود عندنا بال لهذا الفنام. شوف يسوي لنا عرف لك قيمة ألفا أقل ألفا is flexural stiffness of the beam to the flexural stiffness of the يعني هو نسبة صلابة العمود على نسبة صلابة السقف. يعني شوف ألفا إمتى يكون ألفا كبير من يكون اثنين معناته إما هو قوي معناته السلاب معناته إيش بينو السلاب يكون قوي والبيم يصير عندي ضعيف بينما من يكون عندي intermediate من 0.2 إلى 2 راح يكون وسطي يعني يتحمل يتعاونون اثنين السلاب والبيم حتى يتحمل بينما لما يكون قيمة ألفا أقل من 0.2 يعني تقريبا منو يشيل الحمل الكثير يشيله ال السلاب بهذا يكون قريب من ال flat slab. شوف قيمة ألفا اللي هم مثل ما قلت لكم هو rigidity فهو rigidity مع البيم ايش يساوي لنا 4 اي اي على ال و4 اي اي على ال مع الايش السلاب البيم على السلاب بما انه نفس نحن نصب البيم والعمود في نفس الوقت فالاي اللي هي المودلس اوف الاستي مال خرسانة راح تكون نفسها فهاي ممكن نشطبها والطول بما انه طول السلاب يساوي لنا طول البيم لانه السلاب نفس طول البيم من جواته راح يكون عندي نفس الطول فال ايضا ممكن ينشطب فقط يبقى لي منه المومنت انيشيا اللي هي عزم القصور الذاتي للبيم مقسوم على عزم القصور الذاتي للسلاب فهو الفلكتشر ريجيتي ريشيو الفا هو اي بيم على اي سلاب طبعا ايما اي بيم ايما اي سلاب بس احنا نتعلم ونشوف الشمع واضح؟ شوف مثلا هذه اذا نريد نشوف البيم ايما هو البيم هذا البيم هذا ال انجل تشوفونه هو هذا البيم عمودي على الورقة أو عمودي على السبورة قدامك هذا البيم هذا اي بيم شوف ياخذ البيم ياخذ جزء بسيط من السقف اللي هو بي اتش كيوب على اربع قيم مال تي بيم نطلع منه من ال ال انجل والسلاب لا ياخذ كله السلاب الى السنتر الى وسط السلاب راح ناخذ مثال ايضا نطبق هاي الامور كلها طبعا اذا كان السلاب وسطي هذا البيم راح يكون وهذا الممكن ايش يعمل هذا البيم الوسطي لازم فاول شيء لازم انا اطلع السنترويد بعد ما اطلع السنترويد اطلع المومنت انيشيا مالته وبعدين اطلع المومنت انيشيا مال السلاب المومنت انيشيا مال السلاب سهل انه بالسنتر بي اتش كيوب على 12 بس الصعب شويه المومنت انيشيا مال البيم شويه نحتاج نطلعه على كيفنا خاصه مع التي بي نطلعه لازم نطلع اول شيء السنترويد بعد ما نطلع السنترويد ناخذ المساحات وبعدين نطلع الاي بعدين نقسم الاي مال البيم على اي مال السلاب نطلع قيمه الفا طبعا ايضا يقول لك شلون قيمه هذه المسافات هذه ايش قد تاخذ من هون الى اي حد ممكن اخذ من البيم الكود حدد لك هاي المسافات قال لك تاخذ من هون 2 اتش دبليو هذا مو اتش تاخذ ضعف فين من هون بس هاي المسافه اللي تاخذها الضعفين لازم تكون اكبر من لازم تكون اكبر من بي دبليو لازم ما تكون اكبر من بي دبليو يعني هاي المسافه اللي تاخذها من هون تكون اقل من بي دبليو يعني بي دبليو او تاخذ بي دبليو يعني ما تاخذ هذه من هون اثنين من هون يعني مثلا ارسم الكميه حتى عليها حتى تكون واضحه هاي المسافه أو إنه 4 H أو ساوينا BW إذا 4 H كانت أقل من BW أوكي خذ 4 H إذا كانت 4 H أكبر من BW خذ BW واضح؟ طبعا ايضا نرجع نحسب المومنت بهذا القانون تعرفونه السبلي سبورت نعتبره دبليو ال سكوير على 8
نطلع القوة ونطلع واحدة تأكل نيوتن لكل متر، وبعدين نرجع نوزعها كل واحد يأخذ حصته. نأخذ مثال، طبعا كل الأمور تتوضح بالمثال دائما. شوف بالعادة أنا أعطيك قيمة H، إذا ما أعطيتك قيمة H تروح تعمل لي كل هاي السوالف، يعني لازم تحسب لي flexure rigidity، تحسب لي strap thickness، كل هاي المفروض تحسبها. بس إذا أعطيك قيمة H مباشرة أنت تروح تأخذ هاي القيمة اللي أنا أعطيته لك هي مباشرة تستخدمها، أوكي؟ مثل ما هي. طبعا نأخذ هذا المثال ونحل باتجاه واحد، والمحاضرة القادمة نحل باتجاه الآخر. أنا استعجلت شوية بالشرح، ليش؟ حتى بس أصل إلى هون حتى أشرح لكم المثال وكم بعدكم على طاقتكم يعني قوتكم قبل لا أفقدكم. تقرأين السؤال؟ من يقرأ السؤال؟ آمينة تقرأين الأسرة واحد بيكم. كيفك أستاذ؟ كيفكم قول. أقرأ. Okay. Determine the negative and positive moments required for the design of the exterior panel of the two-way slab with beam structure shown in figure below. The slab is to support a life load of 5.8 kilopascal and a dead load of 4.77 kilopascal, including the slab weight. The columns are 380 times 380 millimeter. The slab is supported by beams along the column line with the cross section shown. Determine the slab thickness and check for shear if FC prime equal to 21 megapascal and the FY equal to 440 megapascal. Assume edge equal to 160 millimeters. So FY, how much was before, please? FY 414 megapascal. And FC equal to 21 megapascal. Dead load, how much was? Dead load 4.77. 4 point? 77. 77. Kilopascal. Kilopascal. The life load. Included slab weight or included? Including the slab weight. That's the point, Ismania. Life load. 5.8 kilopascal. FC prime, it was there. We given this one. Okay. So what was the span here? Six point seven. Is it center to center? Yes, what? It's center to center, 6.7 meter, and in the other direction equal to 5.5 meter. Also center to center. Yeah, this is, we are going to design this panel. You see which one? I will highlight it also. We are going to design only this panel. Okay? So we are going to consider this slab as interior panel. هذا يعتبر ايش؟ كسقف ثانوي يعني داخلي وليس exterior. يعني من يكون هنا يكون exterior، من يكون هوني exterior، من يكون هوني يسمى H اللي هو بالحافة. بينما نحن هنا هذا شو يعتبر؟ interior slab. So we are going to design this slab. أستاذ وش تفرق عندنا؟ شلون احنا يعني بالامتحان ايش تفرق؟ تفرق عندنا هسه ناخذه بعدين بالمحاضره الجايه. ها بالمحاضره الجايه. اوكي؟ بس تفرق شيء بسيط وليس يعني كبير يعني فرق شيء بسيط يعني اوكي واضح؟ راح بس اشرح لكم واقول لكم ايش تفرق عندكم بالامتحان. انت دائما يجيكم حتى بالامتحان يجيكم انتيريال، وبالمشروع ايضا راح اعطيكم انتيريال اللي هو اخر مشروع راح يكون عندكم. راح يكون عندي كلته انتيريال. كلته انتيريال حتى نوحد الحل. هسه بهذا الانتيريال شوف ايش عندنا؟ عندنا سلاب. هذا السلاب راح يكون عندي جزء منه مثل ما حلينا بالمشروع، جزء منه هذول ايش راح يكون عندي؟ جزء منه هذا الوسطي اللي هو ايش راح يكون؟ الميدل ستريب. وجزء اخر راح يكون عندي ايش؟ كولم ستريب اللي هو ايه هذول بلون اخر خلينا نعملهم.
تمام؟ راح يصير عندي ايش؟ راح يصير عندي middle strip هذا مثل ما تشوفون هذا الوسطي، راح يصير عندي column strip slab، وبعدين من نضاف عندنا جديد هسه ضيف الجديد البيم هذا الداش لاين تشوفونه هذا، فراح يصير عندي نصمم السلاب الميدل سترب الكولوم سترب. الكولوم سترب راح ينقسم قسمين، قسم راح يكون يعني كولوم سترب سلاب، وقسم راح يكون بيم اللي موجود فوق السلاب. هذا هو تصميم اللي راح نشتغل هسه. اذا تحون على الكاميرا حتى بعد ايش اعطينا اسيوم ايج يساوي لنا 160 مليم، قلت لك استخدم هذا ايج 160 ملم اوكي، واعطيت لك ايضا هذا البعد، قلت لك افترض انه هذا البي يساوي لي 380 ملم، هذا يساوي لنا 500 ملم، لا هذا 160 وهذا استاذ بس كاتب على اثنين على الاحمال اثنين وكاتب لايف لود، هي واحد لايف لود واحد ديد لود. اها ديد لايف لود هسه صحيحه مصريح. بالعكس بالعكس هذولي والله ايه ديد لود هذه لايف اوكي هسه صحيح. طيب واضح المساله، انا بس رسمتوها ما عملت شيء اخر يعني بس اوخر الكاميرا. ما اريد امسح البرزنتيشن حتى اشوفكم الفورميلا اللي نحتاج ناخذها. اول شيء احسب ايش من ابدي احل، اخلي شغلات احصل عليها فد ايش يعني مفاتيح للحل بدايه انسر، اللي هو اول شيء انا اشوف عندي احمال، اول شيء هذه اتخلص منها اكتب لي دبليو يو راح اسوي لي ايش قد عندي 1.2 W dead load زائد 1.6 W live load. W 1.2 into 4.77 plus 1.6 into 5.8. How much is good? استاذ 15.004 يعني 15 كيلو باسكال. 15 يعني معناته هسه هذا عليه انه حمل 15 كيلو نيوتن بير متر سكوير لكل متر مربع، كل متر مربع ايش هذا عندي؟ عندي 15 كيلو نيوتن. هسه قبل لا ابدي احل ابدي اطلع قيمه البيم، اطلع قيمه الفا اشوف ايش قد قيمه الفا لهذا البيم. راح ناخذ اول شيء ايش؟ اشوف ايش قد راح يكون الـ 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 البيم هذا اذا قطعتونه انا بهالمكان هذا ايش راح يطلع لي انا اذا قطعت سكشن بهالمكان؟ راح يطلع لي سلاب مو صحيح؟ وهذا اذا قطعتونه بهالمكان راح يطلع لي ايضا سلاب ويطلع لي بيم، فانا اول شيء لازم اجي اشوف عندي البيم اي هذا يعني اذا عملت كروس سكشن اي هوني 1 1 يعني ايش راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي هالشكل. هنا راح يطلع عندي فقط سلاب. يعني اذا قطعت هذا البيم راح يكون عندي هذا البيم اللي هو عايشي هذا البيندينج هذا البيم وهذا السلاب ايضا الموجود عندي. فانا عندي اول شيء عندي سبان
لازم اطلع قيمه الالفا. فهذا الفا خلينا نقول هذا نسميه الفا واحد، وهذا راح اسميه الفا اثنين. بس الفا واحد يشبه منه يشبه الفا اثنين، ليش؟ لانه يتكررون هون. اذا اطلع هذا واحد اضربه في اثنين، الفا اثنين يشبه الفا واحد بس اشنو ايضا نضربه في اثنين لانه كبير. وبعدين اقسمه على اربعه حتى اطلع افريج الفا، وبعدين اروح على الجدول واطلع قيمه ايش؟ قيمه الايدج مينيمم. هذا بالامتحان ما يعني ماكو داعي تعمله، هذا بس قاعد اعمل لك هو كتصميم. اوكي؟ يعني اذا انت انطيك مشروع تصميم تعمله. بالامتحان ما اريدك تعمله. اوكي؟ يعني هذا راح يكون فقط داخل بالمشاريع مالتك. ما راح يكون داخل بالامتحان، يعني بالامتحان ما يحتاج تعمله، مو ما داخل، يعني ما يحتاج تعمله. لانه انا راح اقول لك اقل لك ايدج هالقد وما يحتاج تشيك لي الايدج. انا بس هسه هذه 160 عاد اقول لك هل هي امينه ام ما امينه، راح نعمل هاي الخطوات اللي هسه نشوف عليها. فحتى ارجع اطلع ارجع على ايش؟ على الـ على البرزنتيشن، وارجع اطلع كم الصوره اللي شفتوها قبل شويه. هسه عاد شوفوا هاي الصوره مال البرزنتيشن. شوف راح تختار لك قيمه ايش؟ نختار لنا قيمه لبي. شوف ايش قال لك هاي القيمه راح تكون عندي بي دبليو، هاي البعد كنت منه يعني راح يكون بي دبليو زائد 2 اتش دبليو. نحسبه ونطلع القيمه حتى ما نغلط بينه. فهسه راح اعمل نفسه هذا الحل حق المكان هذا راح اعمله. هاي الابعاد كلها معلومه. اجي هذا البعد مجهول عندي، اقول هذا البعد يساوي لي إيه؟ هذا البعد 380. ما الصوره واضحه؟ تمام واضح استاذ. 380 ظل تمام. هذه ايش قداتي؟ 500 وهذا 160. نقول 380 حسب الفورمولا الموجود عندي، هذا راح يساوي لنا بي دبليو زائدا ايش قال؟ زائدا 2 اتش دبليو. طلعت 700 اتش دبليو. هاي المسافه هي اللي هي ايش قداتها؟ راح تكون عندي 340. 140 فراح يكون عندي بي دبليو 380 زائدا 2 في اتش دبليو، هذه اتش دبليو اللي هي ايش راح تكون؟ في 340. ايش راح يساوي لي؟ 1060. 1060 1060 ملم. اور هذا راح يكون ايش قد؟ اور لازم تشيك هذا بي دبليو زائدا 2 في 4 اج اي اج افكت في هذا الاج اللي هو سمك السحر. فايش راح يصير عندي؟ بي دبليو 380 زائد 2 في 4 في 160. ايش راح يساوي؟ اذا طلع اكبر اهمل واخذ هذه. يطلع 8860. لا ما كثير. 1660 160 ملم. اذا هذا يهمل واخذ منه اخذ هذا. اوكي هذه جدا مهمه لازم تعرفها. هسه بعد ما طلعت هذه اطلع لازم ايش؟ يعني انت لازم تاخذون هذا تضربونه في اثنين وتخلونه مع هذا، يعني هذا تضربونه في اثنين وتحطونه مع هذا. او دكتور بزرع الخطوه القبل هاي ما طالعه بالتصوير. ما انا الفيديو ما أنا. اوكي ها سوري ما تقولوا لي الشكل الساعه. اي هذا البعد يساوي لي بي دبليو زائدا 2 من هذا، يعني هذا مو اكس، خلينا هذا مو واي، راح ارسم لكم اياه. هذا راح يصير عندي 2، هذا راح يصير واي ايضا، يعني هاي تحطها هنا، هاي نفس الشيء قد تطلع تحطها هنا هاي المسافه. فهذه زائدا هذه 340 منا و 340 منا وزيدها على 380، ايش قد صارت؟ كلها صارت 1060. او هاي تساوي لنا بي دبليو زائدا 4 في 2 في 4 في ايج افكتف. واضح؟ يعني خلي نرسمها اما هالشكل يكون عندي بي دبليو زائدا 2 في 4 ايج افكتف ويساوي لنا 380 زائدا 2 في
4 في 160 ويساوي لنا 1660 او نطلع واي، هاي المسافة واي جبت الورقة 340 وهاي 160 وهاي 500 وهذا راح يكون عندي بي دبليو زائد 2 واي ويساوي لنا 380 زائد 2 في 340 ويساوي لنا 1060 ايهما اقل؟ فانت تاخذ هذه واضحة؟ نجي هسه هذا طلعنا له نحن عندنا قيمة نرسمه هذا البيم هسه البيم صار معلوم هذا المسافة 1060 وهذه المسافة 500 وهذا 160 سنترويد عادي أحتاج أطلع المركز هذا الشكل كيف أطلع مركز هذا الشكل؟ أخذ العزم إيه هوني وأقول إيه هذا أشغل ذاته X داش أو Y بار فواي باي ايش راح يساوي لنا واي بار؟ راح يصير عندي 1060 في 160 صحيح زائدا 380 في هاي المسافه اللي كنا ظلت هاي ايش قدرتي؟ قلنا 340 واضح؟ نجي ناخذهم هذول المساحتين نشوف 1060 في ايش قد؟ في 160 في 80 لان هذا من هون الى هون ايش قد 80 المركز زائد الثاني ايش عندي 340 هذا الصندوق هذا اخليت عليه الاكس 380 في 340 في هاي المسافه من هون الى هون 330 راح يصير عندنا يساوي لنا 160 زائد 340 على 2 صحيح ايش راح يساوي الجواب كله هذا؟ ثلاثمية وثلاثين ها كم المفروض؟ ما واضحة كامل دكتور تقريبا 188 188 كيف كنت طلعت بهالشكل؟ بوينت سمثينج؟ بوينت صفر تسعة يعني شيء قليل 188 كيف كنت طلعت بهالشكل؟ أنا 188 تمام أستاذ 188 أوكي اتفقتم أوكي ما نختلف عليهم شوف بالامتحان أنا أتمنى كل واحد يرجع يرسم مرة ثانية رجع أرسم أشخد ما أدري شخبط ما مشكلة هذا أهم شيء أنا طلعته هسه. وهذا واي واي بار اللي هو راح يكون عندي 188 أرجع حتى أطلع المومنت إنيشيا أخذ عزم القصور الذاتي على هذا المحور. ما يعجبني اخذ بي اج كيوب على 12 زائد اي دي سكوير ليش؟ هذا شوف سهل لسه اعمله الشكل انا هذا اذا طرحت منه هذه المسافه ايش قد تبقى هذه؟ هاي المسافه ايش قد؟ هاي استاذ 340 اي هاي 380 هاي 340 وهاي 340 صحيح؟ خلي بس اطفي البرزنتيشن حتى من تراجعون يكون اسهل عليكم تمام واي بار هسه انا ارجع اقول ايه هذا كلته اخذه واخذ اضربه في اثنين حتى يزال وهذا مثل ما هو اخذ ايه هاي المسافه فوق النيوترال اكسس وهاي المسافه تحت النيوترال اكسس فهاي المسافه من هنا الى هنا ايش قد معلومه
شوف راح اطلع اي بيم راح اكتب عليها. شوف راح اخذ اي هذا الكلي 340 الارتفاع ماله ايش قداته راح يكون هذا 188 188 تكعيب على على 3. ليش على 3؟ لان القاعده القاعده اوكي لانه على القاعده يعني انا الاي اريده هنا اي اكس شوف علينا فعل ما طول وقت على القاعده ما تاخذه على 3 ما مشكله. هذا كله في 2 هذا كله في 2 سد نرجع نطرح هاي المسافه الصغيره زائدا خلينا ناخذ الزائد بعدين زائدا اللخ شوف اللي عندي ايش عندي عندي هاي المسافه اللخ اللي 380 هذه في h اللي هو 188 تكعيب على 3 صح هذا الفوق هذا 1 هذا 2 صح هذا 1 هذا 2 زائدا 3 ايه هاي المسافه ايش قدرت هاي المسافه راح تكون هاي المسافه من هنا يعني ايش قد راح تكون عندي 188 ناقصا 500 ايش قد راح يصير عندي 200 وايش قد زائد 312 تكعيب في 380 على 3. شوف هذا كله انا يعجبني استخدم ايه ما هو على القاعده لانه انا دائما وين انا ايه هون اي اكس اكس 2 وهذه اي اكس 3 كلها على القاعده اطرح منها ايش فقط ايه هذه اطرحها منها ايه هذه اللي هي راح تكون 4 ماينس هذه اللي هي ايش قداتي 160 ناقصا 128 راح يكون عندي 28 في 340 وايضا تفعيل على ثلاثه مش قد نضرب في 2 ليش في 2 100 28 تكعيب 28 تكعيب طبعا دكتور نقسم على 10 و 6 10 و 6 دائما 6192 في 10 و 6 6192 اور شوف الاور ممكن نحسبها بطريقه اخرى اللي هي اخذ الكلي هذا يعني اعتبره 2 واي دي سكوير 6189 ممكن اخذها بالطريقه هذه اقول ايه هذا كلته بس لازم اعرف المركز مالته ايش قد يفرق هذا المركز عن هذا ايش قد يفرق المركز 6189 ايش قد 89 89 خليها لازم اعرف هذا السنترويد ايش قد يفرق عن هذا نص ال نص ال 500 ايش قد 250 وهذا عندي السنترويد لحد السنترويد ايش قد عندي 188 فالفرق بيناتهم ايش راح يكون عندي راح يكون عندي 250 ناقص 160 تمام 260 بالنسبه لهذا السنترويد 260 ضل عندي هذا ايش قد يفرق عن هذا 188 ناقصا ايش قد نص ال 160 ايش قد 80 ايش قد هذا اكس 1 180 هذا راح يكون اكس 2 داش
فيعني معناته ممكن ايضا اطبق هذا الاي بي اذا تريدون بهالطريقه ايضا راح يكون عندي 1060 في الاتش 160 تكعيب على 12 زائدا اي 1660 في 160 اي دي سكوير نضربه في اي في دي دي هاي المسافه ايش قدرت راح تكون دي تبعد عنا 108 تربيع هذا لهذا لهذا فقط تقولوا لي معي يطلع ظل الجو زائدا الوسط راح يكون عندي 380 في 500 تكعيب على 12 ايضا زائدا اي دي سكوير راح يكون عندي 380 في 500 هذا اي دي في المسافه اللي هي هذه اكس 2 اللي هي 62 تربيع نفس الجواب الثاني في المطلع. يطلع 4.68 مستحيل طلعت 7000 ايه يعني جزء مثلا اوكي لانه تقريبا عندنا في مكان 7028 يطلع 0.7 تمام بقى تعرفون ليش لانه ايه هذا ال 188 يعني ما كنا يعني ما اعرف المفروض يطلع نفس الجواب بس خلي اتاكد من هذا 500 تقسيم 2 250 ناقص 188 62 هذا 62 صح تربيع 380 لكن شيء كل هذا الفوق لا أستاذ الفوق صحيح الجو 7820 ترى خير واحد مضروب في اثنين ليه دكتور ضربته في 2 يطلع 6189 مضروب في 2 ضربته ليه دكتور ضربته في 2 ليه دكتور جاء 92 جاءت 90 ساوت اي معناته هذا 7000 في 10 اس 6 والله هذا 188 ايضا هذا شفتمه لو مو 182 ايه دكتور ايه دكتور انت دكتور اتذكر كتبت الارقام يعني دكتور يا هاي الطريقة الأصح ولا أكثر عن استخدام لا المفروض نفس الجواب يطلع لنا أنا بس أتأكد من هذا بس صور علي دقيقة واحدة أو السنترويد يكون عندنا بها مشكلة إذا ما طلعت خطأ في مكان ما المفروض السنترويد نفس النتيجة ما نمرت الخطأ طلعت أعتوها أنها نفس الجواب طلعي بس خليت أتأكد منها أخذنا هذه أول وحدة 340 360
ناقص 3,200 340 340 في 188 طيب نحن المسافة هون ليش ما يخلي 62 أصلا جوا؟ من السنترويد يعني هاي من 250 250 ناقصا 188 يطلع لنا 62 هاي مضبوطة. لا بس من السنتر هو ما المفروض من السنتر فوق؟ يعني نحن نطرح يعني هي 160 نشيل منها 80 هذه على هذا تحكين غير؟ ايه هذا 108 هاي 108 شلنا منه 80 ولا 108 هاي مضبوطة هي 160 ما 108 ما هي 100 الاتش كله الاتش كله 160 تقسيم 2 180 80 ناقصا 188 180 هاي صحيحة وهذه ايضا 250 ناقصا 188 لا دكتور قصدي يعني 188 على 2 ليش 188؟ ما ناخذ من السنتر نحن هذا الاتش من السنتر الاتش كله 160 اقسمها على 2 استاذ احنا اخذنا هذا 80 هنا هذا 100 وياه هون 80 ايه استاذ ظل 80 زائد 62 ما تمام؟ انا عندي هذا كله الى 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 المركز اشغل عندي 188 لا لا 188 ناقصا 80 يطلع 180 هاي صحيحة هاي بس ادع انا شيء كون يخشى هاي المشكلة هاي هون يعني اكو شغلتين يعني اما زين هذه بس شيء اجتماع ايضا هذه السنترويد صحيحه استاذ تمام جايكتها مرت اللي 588 يعني المفروض تطلع نفس الجواب اذا كان يعني
المفروض نفس الجواب يعطينا الطريقتين. سر بس ممكن تنزل ورقة نشوف تكملة الأرقام. طيب ما ممكن انه مثلا نحل بطريقة ثانية وحتى نعتمد الرقم؟ ما مشكلة، خلينا ناخذ الاي بي بعدين نخشع. انا اشيك كم مرة لك وارجع اخشع المشكلة. خلينا نعتبر انه 7 نهاية صح في 10 اس 6 ملم اس 4 او 7 في 10 اس 9 ملم اس 4. هذا اللي بينا السلاب ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي السلاب اشقد ذات الفضاء اللي هذه ولو نسيناها، الفضاء صار عندي اشقد 6.7 متر، وهذا كله راح يصير عندي السلاب. مثلا ظل عندي ايش؟ ظل عندي ارض، هذا السلاب اشقد راح يكون عندي ارضه هذا؟ بهذا الاتجاه اشقد راح يكون ارضه؟ شوف على هذا العرض مال هذا الاشقد راح يكون، راح ياخذ نص من هوني وراح ياخذ نص من هوني، فهذا العرض مال السلاب راح يكون اللي هو اشقد ذاته 5.5 متر، هذا عرض السلاب راح يكون عندي. واضح؟ فهذا راح يكون عندي السلاب 5.5 متر بهذا الاتجاه. فالاي مالته سهل، اي سلاب هون راح يكون عندي بي اج كيوب على 12 مباشرة، هذه راح يكون عندي البي اشقد البي 5500 والاتش هذا الاتش اللي هو راح يكون عندي 160 تقريبا 160 على 12 اشقد بين هذا 1878 في 10 أس 9 عمله في 10 أس 9 1.87 تمام 1.8 تمام 8 9 7 هسه اشوف اطلع الالفا 1 راح اقول الفا 1 هذا الفا 1 راح يكون قيمته اي بيم على اي سلاب، اي بيم ايش طلعنا قبل شويه 7 على اي سلاب 1.87 ايش يساوي لنا؟ 3.74 هذا دايمنشنلس بدون وحدات هذا راح يكون عندي. طبعا شوف حتى لو اخذنا الالفا 1 اذا اخذنا له اي بيم الثاني اللي حسبناه على اي اس اللي هو كان 6.19 يمكن هالشكل شيء يعني جزء بسبب التقريب وصلنا هالشكل 1.87 اشهر راح يطلع لنا الجواب 3.3 شوف انت بالاخير ما راح كثير تاثر على النتيجه هذا البي ظل ايش؟ ظل عندي بالاتجاه الاخر هذا هسه صار عندي شوف هسه راح ارسم لكم هسه عندي 1001 هون يشغل عندي قيمته 3.74 هذا صحيح وهذا 1001 ايضا يساوي 3.74 طلع عندي الفا 2 والفا 2 بالاتجاه الفا 2 بالنسبه للبيم راح يكون نفسه بس السلاب ايش راح يكون عندي اي سلاب راح يكون عندي بي اج كيوب هذا السلاب راح يكون هذا الفضاء بي اج كيوب على 12 وراح يساوي لنا اشقد ما 5500 مثل ما حسب حسبنا راح يكون عندي 6700 في 1160 تقريبا على 12 ايش راح يساوي لنا
2286 يعني بال 28 اشغال 2.28 في 10 أس 9 هذا مليمتر أس 4 هسه ألفا 2 اشو راح يكون قيمته ألفا 2 يساوينا اي بيم على اي ستار بما انه هذا البيم هو نفسه موجود هون نفس الدايمنشن يعني هذا البيم وهذا البيم نفس البعد يعني نفس السمك نفس العرض نفس الشيء يعني فراح ناخذ نفس اي بيم حسبنا له قبل شويه 7 في 10 6 في 10 اس 9 على اي اس اللي هو 2.28 ايش قاعد يساوي لنا 3 تقريبا 3 عدد لا 3 على اي إيه هذا 3 وهذا ايضا 3 هسه نريد نطلع الفا افريج راح اساوي لي ايش عندي راح اساوي لنا 3 في 2 زائدا 3.74 في 2 هذول كلتهم اقسمهم على ايش قد على 4 3.37 هذا الالفا هسه من طلعت قيمه الفا ممكن ارجع على الفورمولا اللي اخذتونه انا واشوف قيمه الـ هاي الفورمولا تذكروها بالبدايه اللي شرحناها قلنا قيمه الفا ايش قد يعطيكم راح اعمل لكم البرزنتيشن مشاركه حتى تشوفون شوف هسه قيمة الفا على ضوء انا اختار قيمة ايج الفا اشغل اكبر من 2 نعم اول وحدة شوف اول حالة الفا ام اكبر من 2 معناته الايج ايش شلون احسبه؟ ايج راح يساوي لي ال ان 0.8 زائدا اف واي على 1380 على 36 زائدا 9 بيتا نجي ارجع اقول ال يو ايش يساوي لنا؟ اذا تقرا جوا ال يو ايش يقول لك كلير سبان فور لونج ديستانس، اللونج ديستانس ايش كان عندي؟ عندي 6.7 بس هذا مو كلير سبان هذا سنتر تو سنتر لازم اطرح منه اشنو؟ اطرح منه الدايمنشن مال كولوم الدايمنشن مال 3.8 بوينت او 0.38 ايش كان يساوي لنا؟ البيتا ايش من قيمه البيتا راح يكون لونج ال2 على ال1 لونج تو شورت سبان وهذا ايضا سنتر تو سنتر فهذا 6.7 على البعد الاخر ايش 5.5 متر ايش قاعد يساوي لنا 1.21 الفا ام كان حسبناها هسه نحن ايش قد ذاتي الفا ام 3.37 ارجع اول هاي القيم هون اطلع قيمه اتش اتش ايش راح يساوي لنا؟ يلا انا ايش قد طلع؟ 6.32 في 0.8 الرقم هذا عاد زائدا اف واي 414 على 1380 6 القوس على 36 زائدا 9 في البيتا البيتا ايش قد عندي؟ 1.21 ايش قد يطلع لي قيمه اتش بعدين ليش ما طرحنا منه ال 0.38 من البيتا؟ من البيتا هو اقرانه ايش مكتوب؟ لونج شورت سبان كلير سبان ممكن تعملوا كلير سبان او تعملوا سنتر تو سنتر راح يطلع نفس الشيء تمام يعني ممكن اذا عملنا له هذا ايضا راح يطلع نفس الجواب شوف هذا البيتا ليش؟ لانه ريشيو يعني اذا 6.7 ناقصا 0.38 على يطلع نفس الشيء تقريبا خلينا نجاوبه اخاف يطلع لنا فوت شيء يعني قريب راح يطلع ايش قد يطلع لنا هذا بابا 1.23 ما تفرق كثير يعني عن 1.2 يعني ممكن تحط ايضا هذا حطه 1.23 ايش قد يطلع لنا هذا طبعا هذا يحطونه بالمليمتر يضربونه في الف الجواب حتى يطلع بالمتر من هاي الوحده متر يطلع 32.22 لا استاذ يطلع 147.6 148 مليمتر هذا الاتش مينيموم لا استاذ ضربتوه في الف ايه
يطلع 148 ملم. هذا الايج مينيمم. نحن ايش قد اخذنا الايج؟ هذا كله بس حتى نحسب قيمه ايج، هذا ايج مينيمم، ونحن يوزد ايج ايش قد داته؟ اخذنا 160؟ 160، اذا اوكي 160. اوكي. بس حتى نعمل اوكي. هذه اذا ما قال لك تشيك لا تعمله. اوكي واضح هذا الايج. يعني كل هالحسابات بس حتى نحقق الايج؟ حتى بس نقول ايه هذا سيف بس هذا. يعني استاذ اذا طلع اكبر اذا طلع اكبر تقول not safe ونزيد قيمة ال H. واضح؟ يعني دكتور نفرض H جديدي؟ تفرضون H جديدي بالاعتماد على القيمة اللي تطالك. تمام. يعني تستخدم القيمة اللي طبعا طلعت. واضح؟ تمام. هسه نرجع من البداية. نرجع نحل السؤال كأنما ما تشيكنا الايج. فهسه راح يكون عندي الورقة الرابعة، راح يكون عندي دبليو يو راح يساوينا 1. قلنا ايش قدرات الدبليو يو؟ راح يطلع ايش قد 15 كيلو باسكال. هذا 6.7 وهذا 5.5 متر. هسه انا فقط راح اصمم او فقط راح اشتغل على لحد ما يخلص الوقت فقط على هذا البيم اللي هو اللونج دايركشن. لونج دايركشن هذا. فارجع عندي هذا الحمل الموجود هون اللي هو 15 راح اجمعه كيلو باسكال، اجمعه واحطه هون. W capital L. ايش راح يصير عندي؟ سادي طلعت 2.5 in long direction. فW L ايش راح تساوي لي؟ راح اضربه في هذا البعد عافية. 15 في 5.5 ايش قد W long؟ 82.5 بوينت اشقد؟ 5 5.5 كيلو نيوتن. شوف لكل متر صار لاين لود هسه صار 82.5 كيلو نيوتن لكل متر صار ايش؟ صار لاين لود. هسه ممكن ايش اعمل؟ اوجد النيجاتيف مومنت والبوزيتيف مومنت. هذا كله ايش راح يسوي؟ النيجاتيف والبوزيتيف مجموع من كلهم الام نوت. الام نوت ايش راح يسوي لنا؟ دبليو ال في ال يو سكوير على 8. لازم اطلع ال يو هذه. ال يو ايش راح اساوي؟ راح اساوي 6.7 ناقصا 0.38. وايش قد حسبناها؟ 6.32 ما تمام الشكل؟ صح استاذ. ناقص شنو؟ ناقصا 0.38. فيطلع 411.9 كيلو نيوتن لكل متر. اوكي هذا المومنت 412 كيلو نيوتن لكل متر. لازم اوزعه على جزئين. منو يشيله؟ يشيله الميدل ستريب هذا الوسط اللي هون راح نشره هذا القلم الخفيف. هذا الوسط راح يشيل من عنده هذا والكولوم. والكولوم استاذ بس الورقه. نعم والكولوم ستريب ايه هذا؟ ومن بعد هذا البيم. يعني الجزء راح يشيل البيم هذا العزم، والجزء راح يشيل هذا الكولوم ستريب، والجزء راح يشيل منه هذا الميدل ستريب. هذا ايش راح نوزعه؟ نجي نطلع ايش هسه؟ نطلع نطلع ال 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 ال
راح اشارك لكم ايضا الكوفيشنز حتى الشريحه اللي بها كوفيشنز اشارك لكم حتى لانه ما كان حطوها عنهم يعني. أشهر قيمته راح يكون عندي بالنيجاتيف مومنت، نيجاتيف مومنت برسنتج راح يساوي لنا 75 زائدا 30 في هذا القوس اللي لازم يكون أقل من واحد اللي هو ألفا اف 1 على ال 2 على ال 1. نجي نشوف ألفا ال 1 أشني وألفا ال 2 أشني. ألفا هاي الألفا اللي قبل شوي حسبناها الأبرج غير؟ لا تأخذون الألفة اللي أنت بيها مو الأبرج مو الأبرج؟ لا قيمة 7 في 10 الأس 9 3.7 3.7 تأخذون الألفة 3.7 في إيش بعد؟ في 1 ناقصا L2 على L1. شوف بالعادة ما يحتاج تحسبون حتى قيمة ألفة، ليش قبل شوي قلت لكم ما يحتاج تحسبون؟ شوفوا ايش راح يطلع لنا، هاي القيمة لازم ايش راح يطلع لنا؟ أكبر من أو يساوي 1، هاي القيمة اللي تاخذها على القوس. دكتور إذا أكبر من 1 ناخذ واحد، فألفة ايش عندي 3.74 لهذا الألفة 1 اللونج دايركشن مضروب في L2 ايش قداتي؟ L2 اللي أنا ما بيها ايش قد هي 5.5 6.7 اللي انا بيها L1 هذه L1 مثل ما قلنا ايش راح تكون هسه مكان هذه 6.7 3 اكبر من 1 هذا راح يكون اكبر من 1 فيوز ايش قد يوز 1 دائما هذا راح يطلع في الغالب 99% من الامثله يطلع لك على 1 فالنيجاتيف برسنتج اللي يشيل منه البيم راح يساوي لنا 75 زائدا 30 في 1 في 1 ناقصا الفا 2، الفا 2 ايش قد عندي؟ ال 2 5.5 على ال 1 اللي هو ايش قد هذه ال 1 6.7 ايش قد يطلع لنا؟ %80.4 هذا منو يشيله؟ ايه هذا البيم شوف 80% من المومنت منو عايشيله عايشيله ايه هذا البيم ظل 20% او 19.4 معناته السلاب هذا ايش قد يشيل النيجاتيف مومنت كيد باي سلاب بالكولوم ستريب ايش قد بقى 100 ناقصا 80.4 يساوي 19.6% هذا منو يشيله استاذ بس الورقه السلاب يشيله بالميدل بالكولوم ستريب يعني هسه هذا كله اثنيناتهم ايش؟ كولوم ستريب ارجع واقول هذا شنو؟ نيجاتيف ضل عندي ايش؟ ضل عندي البوزيتيف مومنت البوزيتيف مومنت ايش يساوي لنا؟ او برسنتج يساوي لنا 60 زائدا دكتور بس الورقة اللي فوق أنا ما عاد أشوف الورقة بصراحة، أنتوا عاد تشوفوها. 30 في أرجع للبرزنتيشن شوفون. أيضاً هذه القيمة إن شاء الله راح تكون عندي 1 زائد في 1.5 ناقصاً L2 على L1. نجي نحسبها إن شاء الله. راح يكون عندي 60 زائداً 30 في 1 في 1.5 ناقصاً L2 نفس هذه 5.5 على 6.7 ايش قد يساوي لنا؟ استاذ 80.37 نفس معناته ايضا نفس الشيء البوزيتيف مومنت بالايش؟ بالسلاب بالكولوم ستريب ايش راح يساوي لنا؟ 19.6% هذا من راح يشيله؟ هذا السلاب والجزء الاكبر من راح يشيله؟ البيم شوف البيم عايشيل 80% من العزم السلاب ايش راح يشيل
أقل 20%. واضح شلون توزع عبد الرحمن؟ يعني استاذ من نصمم السلاب يعني ناخذهم على هذولا، على هذولا. هسه شوف هسه أيه. بس اذا تسمحوا لي بس خليني اشوف. هسه من اجي ارسم هسه انا راح اجي ارسم واقول الاتي. قبل كنت ايش اقول؟ اقول عندي كولوم ستريب، واقول ايش عندي؟ ميدل ستريب، صحيح؟ وكنا نقول بالميدل ستريب ايش عندي؟ عندي نيجاتيف مومنت وعندي بوزيتيف مومنت. بالكولوم ستريب هسه انا ما بس عندي كولوم، صدفه بالكولوم ايش صار عندي؟ صار عندي اكو جزء واكو جزء سلاب. راح اقسم الكولوم ستريب الى سلاب وبيم، الى سلاب واقسمه الى بيم. وبالبيم وبالسلاب ايش اكو؟ اكو نيجاتيف مومنت واكو بوزيتيف مومنت، اكو نيجاتيف مومنت واكو بوزيتيف مومنت. واضح؟ وهذا العزم الكلي هنا ايش خدات عندي؟ 412. 412 هذا اوزعها بطريقه بحيث اجمعهم كلهم هذا العزوم يطلع لي ايش قد؟ 412. نرجع على اسمه، راح اشيل لكم ايضا البرزنتيشن اللي موجود الكوفيشنات حتى نوزعهم. أو ليش هذه عندي صورة حتى أنا أخليها على الصورة هون. هذا تشوفوها ما تمام قدامكم؟ نجي هاي واضحة لو ما واضحة أطلع لكم برزنتيشن أحسن. لا أستاذ البرزنتيشن أحسن. أي والله دكتور ما واضحة. أسوي برزنتيشن جاكم. طيب هسه نجي اول شيء على النيجاتيف مومنت. النيجاتيف مومنت ايش عندي؟ النيجاتيف مومنت عندي 65، فاجي اخلي هون 65 وهون 65، صحيح؟ هون 65. بالبوزيتيف مومنت ايش عندي؟ عندي 35. وينك البوزيتيف؟ اخلي 35، صحيح؟ جدا مهمه هاي التوزيعات عشان تعرف. نجي أو في البيم هسه نجي أو حتى لو دحق قبل كنا ندحق على السلاب ايش قد كنا نقول؟ كنا نقول النيجاتيف مومنت، هذا النيجاتيف راح يكون للميدل ستريب ياخذ 25 كونست، ايش خلي ياخذ 75؟ فاي هون كنا نخلي 75%، مو صحيح؟ وكنا نخلي الفضله مالته 25% وين؟ بالميدل ستريب. هذا منه على النيجاتيف عن نحكي، يعني فوقاتي كلها اكو فوق ايش؟ نيجاتيف، صحيح؟ نجي هون ايضا نفس الكلام هون راح يصير عندي، هون هم ايضا اخلي 0.75 واضح؟ بالنيجاتيف، لانه يعني حتى لو بيم هو يشاركون كلتين في نفس الكلام. نجي على البوزيتيف مومنت، وين اكو بوزيتيف عندي مومنت؟ بالكولوم ستريب ايش خلي ياخذ 60%، فهاي 0.6. هذه ايضا 0.6 لانه يعني ليش؟ اثنين كولوم ستريب. واضح؟ ظلت عندي منو؟ ظل عندي الميدل ستريب، الميدل ستريب بوزيتيف ايش خلي ياخذ؟ ياخذ 40%. اوكي؟ ظل عندي كوفيشنت اخر اللي هو هسه حسبناه نحن قبل شويه. قلنا ايش خلي ياخذ البيم وايش خلي ياخذ الكولوم؟ ايش خلي ياخذ البيم بالكولوم ستريب؟ 80.4. هون اخلي ايضا 80.4. بالبوزيتيف ايش راح ياخذ؟ ايضا ياخذ 80.4. السلاب ايش راح ياخذ؟ ياخذ 19.196. شوف وهاي هون ما بيم، لانه بس البيم موجود وين؟ هون. هسه نجي نضرب بالعزم 412. راح اوقف البرزنتيشن. راح يكون عندي 412 اضربه في ايش؟ استاذ يطلع 161.4. هذا 160 تمام 161.4.
69 ونص 69.56 70 هذا 70 استاذ الثالث وحده ما اعرف 39.36 اوكي سد اخر واحد يطلع 19.9 20 بعد راح تخلص الثاني وما تعلمتم عليه لا استاذ ما هذه الرابع وهذا 17 هاي 16.9 يعني 67 تقريبا 67 ضبط وهاي تمام لا 57 58.6 58 زائدا 67 زائدا 17 زائدا 39.5 زائدا 70 زائدا 161.4 المفروض يطلع ناش خلال 414 412.9 أو يعني بسبب التقريب واضح هذه القيمة شلون بالأخير سميشن وقفلها قفلة مفروض نجي إيش عندي بعد عندي لازم أرسم الشكل هوني أرسم الشكل شوف هوني راح أرسم البيم البيم النيجاتيف إيش راح يكون عندي هذا راح يكون عندي إيش بيم أي بيم النيجاتيف مومنت معناته الحديد التسليح الرئيسي وين حيصير؟ حيصير بالأعلى بس الصورة شوية من الشاشة معناته حديد التسليح وين عيسير؟ عيسير بالأعلى والبي ايش قد راح يكون عندي؟ البي راح يكون عندي 380 واضح؟ لا أستاذ شلون بس عيدة الحديد التسليح لحظة الشكل من الشكل هو الشكل يشرح نفسه البي النيجاتيف تسليح معناته حديد تسليح وين نخلينه بالنيجاتيف من يكون عندي بي الشكل ليه لا لا ليه لا تقول بي ايه هون عايسي بالنيجاتيف فانا الحديد وين عايسي عايسي بالاعلى الشكل ما تقولوا لي ما يطلع الشكل انا على رسمه يطلع الحديد ايه هوني فاذا اخذت كروس سكشن ايه هوني راح يطلع التسليح صح هو عايجي الشكل هو صح من هون بس لازم اعوجه واطلعه هون خليني فوق لازم يكون البي شلون يصير ينعوج يصير جوا البي افكت بي دبل شوف الثاني البي ما شو راح يكون عندي بالوسط البوزيتيف هذا بالوسط هون بالميدل سبان اذا اقطع هون الشكل وين راح يصير التسليح الرئيسي؟ لا دكتور فا راح يصير جوا معناته اي البي ايش راح يصير؟ اي هون راح يصير بي افكت بالاعلى فهذا راح يصير عندي بي اي هون بي افكت اوكي والحديد تسليح اي هون راح يصير الرئيسي نحطه جوا ما ليس نحطه فوق هذا سلاب عادي بس الدي مالته لازم اعرفه ايش قد استاذ بس الورقه ايه اليوم نحن بالورقه ظل عندي دي دي باللونج ايش راح يساوي لنا 160 ناقصا ايش قد 30 تقريبا ايش قد يبقى لنا؟ يبقى لنا 130 130 دكتور اوكي والعرض مالته ايش قد لازم ما اعرف العرض مالته ايش قد لازم اعرف العرض مالته ايش قد ها
هذا البعد ايش قد قلناه؟ 5.5 وهذا 6.7 صحيح؟ اي ما هو اقل بعد؟ 5.5 5.5 على 2 ايش قد يصير من هذا؟ اثنين بوينت خمسة 2750 معناته هذا ايش قد المدرسة سبعمية واضح هذه ايضا لازم نثبتها وهذا 2750 نفس الحالة هذا 130 دي وهذا 2750 نجي هون ايش قد راح يكون عندي ايضا 2750 في العرض العمق مالته دي 2 ايش راح نساوي دي بالمدرسة نفسه ايضا 130 ايضا 2750 في 130 اجي اصمم هذول واخلي عليهم تسليح فقط هذا راح يكون شغلنا ما راح اخلص الى النهايه لان ما ضل الوقت راح المحاضره الجايه هذا السكتش راح فبس اريدكم تفهمون هذا التسليح ايش راح يكون عندي البي هون ايش راح يكون عندي 380 هذا بي هذا ايش راح يكون عندي البي راح يكون عندي تذكرون هذا من حسبنا له شو حسبنا له راح يكون عندي بي اتش كيوب هذا لما نطلع ايج افكتيف كيف نطلع ايج افكتيف 3 شغلات اما الشغله الاولى سبان على 4 تمام سبان على 4 اللي هو ايش قداته 6700 على 4 او يساوي لنا سنتر كلير سبان زائدا بي دبليو او يساوي لي ايش يساوي لي بي دبليو زائدا 16 ايش اكثر فنجي نكتبين هذه ما موجوده عندنا تقريبا ما تصير هاي ايش قصدي 1675 1675 هذا الثاني ايش راح يكون عندي 380 زائدا 16 في 160 ايش راح يساوي لنا 2940 هذا يهمل اي هذا يؤخذ واضح فارجع اي هون شوفوا البيم السلاب مع البيم راح يختصر المواضيع اللي اخذناها من بدايه السنه لحد اليوم هون البي ايش قد صار عندي البي هذا البي بي افكتيف راح يكون عندي 1000 واشغل 1670 75 ملم هذا البي مالته ايش قد داته 2750 هذا 2750 الدي ايش راح يكون عندي شوف هذا الدي عندي الدي مالته هذا الدي اللي هو راح يكون عندي عمق هذا 500 ناقصا 60 فايش راح يصير 500 ناقصا 60 440 هذه ايضا 440 بس ايه هون بالعكس يعني هاي 440 هون ايش قد الدي 130 وهذا 130 هذا 130 هذا 130 اف سي برايم ايش قد واف واي ايش قد وتطلع لي قيمه رو بس من تحسب رو هوني دير بالك من تحسب تطلع حديد تسليح هوني وتطلع رو مينيمم هذا الرو مينيمم مال هذول الاثنين يختلف ليش رو مينيمم مال هذا يختلف لان هذا بيم الرو مينيمم مال ايش يساوي لنا رو مينيم يعني 1.4 على اف واي على 1.4 1.4 على اف واي هذا 1.4 على اف واي هذا ايش قداته 2% 2 على 100 في بي في دي في اتش هذا 0.2% في B في H على 100 يعني 2% هذا نفس الكلام هون وبعدين طلع على AS وبعدين تختار AS ومن تختار AS نطلع حديد تسليح هذا أريد أن نحسبه على كيفنا بالمحاضرة الجاية ما أريد أخذ وقتكم كثير صارت من تنسي أي أيوة والله دكتور واضح اللي عنده سؤال خليه يبقى يسألني واللي ما عنده سؤال يتقي هو بس خليه نوقف كل شيء